عن شركة خاصتك؟ إيه أكيد، إحنا موجودين بلبنان من سنة 1960، شركة فاتحين كذا محل بلبنان وبرات لبنان كمان، موجودين كمان بالكويت. رحنا أساس الشغل هو كل شيء مجوهرات، وكل شيء بيتصنع عنا في المعمل بنرجع بعدين بننجو بنبعته لبرا. في عنا كمان شركة بنشتغل معهم بأوروبا، شركة بنشتغل معهم بالخليج. تقريبا هيدي هي يعني وصفات الشركة. أول مرة بتشاركوا بالمعرض؟ لا، رحنا صار لنا تقريبا فوق العشر سنوات مشارك بمعرض دبي. ان شاء الله يكون منيح لنا يعني هالسنه، ان شاء الله وللجميع اكيد يعني. ان شاء الله. شاركتوا بمعارض تانية قبل هيك؟ اكيد رحنا مشارك بكل المعارض الموجوده في الخليج وبرات الخليج كمان، يعني باوروبا، بهونغ كونغ، بامريكا. موجودين تقريبا كل انحاء العالم. ان شاء الله. الله يوفقكم. الله يخليك. شكرا، تشرفت حضرتك.